بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم أبنائي الأعزاء. اليوم واش نعملو؟ نعملو مراجعة بسيطة جمع الأعداد النسبية. إذا نعطيو نديرو بالأمثلة، نفهمو بعضنا بالأمثلة. جمع الأعداد النسبية نعطيو أمثلة باش نفهمو. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرض عندنا العدد زائد 3 عدد نسبي موجب، زائد ناقص 5 عدد نسبي سالب، زائد 6 عدد نسبي موجب، زائد ناقص 4 عدد نسبي سالب. الأعداد الموجبة زائد 3 زائد 6، والأعداد السالبة ناقص 5 ناقص 4. نبحثوا عن النتيجة. حسنا، واش نديروا الولاد؟ تبعوا مليح. شفتوا الأعداد الموجبة؟ هذا زائد 3 وهذا زائد 6، نجيبهم يريحوا مع بعضهم هما عائلة. هاي ليك زائد 3، ونزيد ونجيبو معاها زائد 6، أعداد الموجبة مع بعض يقعدو مع بعض. دوك نروحو الأعداد السالبة، ناقص 5 وناقص 4، نجيب زائد ناقص 5 وزائد ناقص 4، هادو الأعداد السالبة مع بعضها. شوفوا مليح، حنا كنا نراجعو عملية الجمع تاع الأعداد النسبية، رايحين نجمعو. واش درنا؟ جبنا الأعداد الموجبة حطيناهم مع بعض، زايد زايد زايد، وجبنا الأعداد السالبة حطيناهم مع بعضهم. عندنا عمليات الجمع، راني نجمع. واش ندير؟ عندي العدد الموجب زايد 3 هو نفسه العدد 3. الأعداد الموجبة الإشارة نقدروا نقلعوها عادي، زايد 3 تولي 3، وزايد هذه العملية، هذه الإشارة نحوها. نقولوا زايد 3 ولا 3، زايد 6 ولا 6، زايد 20 ولا 20، زايد 40 ولا 40، كيف كيف. الأعداد الموجبة نقدروا نستغناو عن الإشارة نتاعها. هاي ليك الزايد تاعنا تاع الجمع، زايد 3 زايد 3 زايد 6. درك زايد هذه نجيبوها هنا، ها، ونحلوا قوسين. عندنا هنا الاعداد سالبه، شفتم الاعداد سالبه، نحل قوس كبير ونحط فيه جماعه السالب اللي هي ناقص 5 وزايد ناقص 4، فقط للتوضيح، يعني ما درت والو، حطيتهم برك بين قوسين. شوفوا مليح الاولاد، هنا عندي 9 وهنا عندي الجمع، وعندي هذا القوس ناقص 5 زائد ناقص 4. شفتوا هذا الناقص هنا للولاد؟ ناقص ناقص، عندي جمع بين عددين سالبين، ناقص 5 زائد ناقص 4، ناقص 5 زائد ناقص 4. ناقص هذا الناقص هذا نجيبو نحي زايد ونحطو هنا، شتي زايد هنا نحيه، ونجيب الناقص هذا نخرجو هنا. هاك معايا الولاد؟ الناقص هذا نجيبو هنا، زايد هذا يتحول يولي ناقص، ونكتب هنا 5 زائد 4، 5 زائد 4. نقدر نستغنى على القوس، خدام ما عندي حتى إشارة. إذا الناقص اللي هنا وهنا، وعندي عملية الجمع الولاد، تولوا راني نجمع الناقص 5 والناقص تاع 4 نجيبوهم هنا، زايد هذا اللي كان من قبل يولي لي ناقص، لأني خرجت هادو خرجت هنا وخليت 5 و 4. واش يعود عندي؟ عندي هنا 9 وناقص 5 زائد 4 9،
والعملية تعطيني النتيجة صفر. واش يحب يقول؟ زايد ناقص خمسة زايد ناقص ربعة واش معناتها؟ نقصت خمسة وزدت نقصت ربعة، قداه نقصت كاع؟ نقصت خمسة بين قوسين، نقص بين قوسين نقصت خمسة زايد ربعة، بين قوسين نقصت خمسة زايد ربعة. نحيت لك خمسة تفاحات وزدت نحيت لك أربع تفاحات، قداش نحيت لك بكاع؟ نحيت لك خمسة زايد ربعة، نقصت خمس تفاحات وزدت نقصت أربع تفاحات، نقصت خمس تفاحات وزدت نقصت أربع تفاحات، يعني نقصت خمسة زايد أربع تفاحات. تبعوني مليح في الكلام، نقصت خمس تفاحات نقصتهم وزدت نقصت أربع تفاحات، يعني واش درت؟ يعني نقصت، شفتوا الناقص هذا والناقص هذا، ها راح الزايد هذا ولا ناقص، يعني نقصت خمسة زايد أربعة، يعني نقصت تسعة تفاحات، تسعة ناقص عطاني الصفر. نعطيك مثال، عندك هذه ورقة الامتحان، نفرضوا لا قدر الله أنك غشيت والأستاذ تقلق منك وباش يربي قالك يا ياسر نحيت لك ناقص نقطة، نقص لك نقطة من العلامة، قالك ناقص نقطة. المرة اللي بعدها زدت غشيت وفاق بك الأستاذ قالك كيما تربيتش نزيد نقص لك ثنين نقاط، يعني نهار الاول نقص لك نقطة وزاد نقص لك زوج نقاط، نقص لك نقطة وزاد نقص لك زوج نقاط. انت كي تحسب تقول الأستاذ قداه نقص لي، تقول نقص لي الأستاذ نقص لي، واش نقص لي الأستاذ؟ نقص لي واحد زايد ثنين. هذا شتوها الولاد، هاي جات هنا واحد زايد اثنين، هاي يعني نقص لي ثلاثة، ناقص خمسة زايد ناقص ربعة يعني نقصت خمسة وزدت نقصت ربعة، نقصت مرتين، نقصت في الأول خمسة وزدت نقصت ربعة، يعني في الحقيقة نقصت المجموع تاع خمسة زايد ربعة اللي هو تسعة، نقصت تسعة. هذا هو بالمعنى نتاع الإشارة تاع الناقص في عملية الجمع. هذا المثال الأول. المثال الثاني، نفرضو عندي زايد ثلاثة زايد ناقص ربعة زايد ناقص ثلاثة زايد اثنين، كم يساوي؟ نجيبوا الأعداد الموجبة، نجيبوا الأعداد الموجبة كاع مع بعضها، نجلسوا مع بعض، نجيب زايد ثلاثة هكذاك الأولاد، ونجيب زايد اثنين، هذا الموجب وهذا الموجب، ومن بعد نزيد نجمع، زايد راني عندي عمليات الجمع، ها نزيد العدد السالب ناقص أربعة، نزيدو ناقص أربعة وزايد ناقص ثلاثة، نجلسو مع بعضها، هادو الموجبين وهادو السالبين يقعدو مع بعضها، عندي زايد ثلاثة زايد اثنين زايد ناقص أربعة زايد ناقص ثلاثة هكذاك، واش يساوي؟ زايد ثلاثة وثلاثة نفس الشيء، زايد اثنين نحيو الزايد خطا العدد موجب، نحيو نقدر نحيلو الإشارة تاعو، لكن أعداد السالبة لا نستطيع نزع الإشارة، ربعة وناقص ربعة ماشي كيف كيف، ثلاثة وزايد ثلاثة كيف كيف، اثنين وزايد اثنين كيف كيف، ناقص ربعة وربعة ماشي كيف كيف، ناقص ثلاثة وثلاثة ماشي كيف كيف، زايد دوك هادو ما شفتوهم الولاد هادو اللي قاعدين سالبين، واش نديرلهم؟ نحللهم قوس كبير ونقولهم يا جماعة السالبين هاكم مريحين مع بعضاكم، فوالا ونغلق عليهم وندير يساوي ونحط نقطة استفهام تاعي. هنا ثلاثة زايد اثنين هاي باينة خمسة،
شوفوا الاولاد، شفتوا النقص اللي هنا والنقص اللي هنا، هذه علامه الجمع، وناقص هنا وناقص هنا. شفتوا النقص هذا وهذا، شفت هذا النقص والنقص، نخرجوه ونحيو الزايد هذا ونحطوه هنا. الزايد هذا يولي ناقص خاطر خرجنا الناقص هذا جبناه هنا، وبين القوسين نحينا الناقص للربعه، حط ربعه، هاي علامه الزايد عندي، ونحيت الناقص لثلاثه هاني جبتها هنا، وندير هكذا واش تخرج لي؟ خمسه ناقص ربعه زائد ثلاثه سبعه، وكم يساوي؟ خمسه اقل من سبعه، يعني النتيجه حتجيني سالبه، خمسه اصغر من سبعه، والفرق بيناتهم الفرق سبعه ناقص خمسه قداه؟ اثنين. اذا عندي اثنين. هنا كي نقولك نقصت ربعه وزدت نقصت ثلاثه، يعني واش نقصت؟ نقصت المره الاولى ربعه وزدت نقصت ثلاثه، يعني في الحقيقه راني نقصت ربعه زائد ثلاثه اللي هي سبعه. هكذاك الاولاد. حسن، عندي ملاحظه كي نعودو ديرو في الحساب، عندك اي عدد مثلا زائد خمسه كي تضيف له العدد المعاكس تاعو اللي هو يساوي الصفر، اي عدد تزيد له المعاكس تاعو، واش معناتها المعاكس؟ يعني خمسه هنا هو العدد، ها كي يعود عنده الاشاره زايد يسمى عدد موجب، كي تعود عنده الاشاره ناقص عندي ناقص خمسه سالب، كي نزيد زايد خمسه مع زايد ناقص خمسه هذا يسمى متعاكسين، يسموا متعاكسين، نفس القيمه هنا لكن هذا باشاره زايد وهذا باشاره ناقص، كي نجمعوهم الاولاد يعطيوني الصفر. كي تلقاهم في العمليات باش ما تحسبوش بزاف، زايد خمسه زايد ناقص صفر خمسه والصفر، زايد اربعه زائد ناقص اربعه يساوي الصفر، زايد واحد فاصل خمسه زايد ناقص واحد فاصل خمسه يساوي الصفر، وهكذا وهكذا. العددين متعاكسين عندهم نفس القيمه هنا ولكن اشارتين مختلفتين، عندما نجمعهم نقوم بعمليه الجمع فالنتيجه معدومه، يعني تعطينا الصفر.